بنت. بنت مين يا حاج؟ البنت اللي كانت جات لك المعرض. دي واحدة كده كانت عايزة مصلحة وخلصتها لها. شوف يا حسن، احنا مش هنعيش قد اللي عشناه، واللي باقي من العمر يا دوب. واديك شفت، اديني وقعت صغير، واحد صغير عملت ايه، ودي كلها اشارات من ربنا سبحانه وتعالى، يعني ان الساعه ساعه اللقاء خلاص قربت. حاج ما تقولش كده، ما تقولش كده، ربنا يبارك لنا فيك ويطول لنا في عمرك، انت لسه شباب. الله يا حسن، انا عايز اطمن على كمالي معاك، انا خايف عليها. حسن، ساعة الخوف بيبقى اصعب من الموت، انا مش هآمن عليها مع أخوها ولا مع أمها، مش هآمن عليها غير معاك أنت يا حسن. اسمعني يا حبيبي، أنت زي أبويا وأنا تربيتك، حسن الونش ما بيعملش حاجة غلط، كمالي هتفضل طول عمرها فوق راسي، ومفيش حد في الدنيا يقدر ياخد مكانها. طيب اسمعني كويس يا حسن، في يوم من الأيام أنا وأبوك كتف بكتف نكافح سوا ونكبر سوا لحد ما الأيام شغلتني وبدأت أحس كده بزهوة الشباب، وزي ما بيقولوا مقضيها قبل ربنا ما يهديني، وصرفت ياما ونسيت هكمل حلم مع ابوك، لكن هو كان راضي باسمته وقعد يكمل الحلم، يكمله ويكبر، والنتيجة إنه بقى الونش الكبير، وأنا بقيت مجرد واحد بيشتغل عنه، عشان هو كان راضي، إنما أنا الدنيا شغلتني وخدتني بشهوتها. لحد ما بقيت لنا فينا. حاج شناوي، انا مش عايز اسمع منك كلمة شغال عنده دي. انت زي ابويا بالظبط وشريك حياة، وبعدين احنا في بينا دم، انت جد بنتي، مش عايز اسمع الكلمة دي والنبي تاني. ربنا يحفظك يا ابني، أصيل زي أبوك. بس يا حسن، خرجني من هنا. أنا عايز لو مت أموت على فرشتي. يا حاج والنبي ما تقولش الكلام ده، أنت ما فيكش حاجة، إحنا هنمثل بقى. عشان خاطري يا حسن. هعمل لك اللي أنت عايزه. ريحني ربنا. اعمل لك اللي أنت عايزه. ربنا يريح قلبك. خليك لينا يا رب. فاكر حاج الشناوي؟ فاكر وانا صغير لما كنت تناديلي كده وتقول لي تعالى انا عشان تديني الحصاله بتاعت الجبنه، الصبيح دي بتاعت الجبنه، فاكر؟ انت ابن حبيبي يا حسن، انت ابن الونش. ربنا يخليك لينا يا حاج. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.